حم حم، نحن هنا. ماذا بك يا علا؟ ما الذي يشغل تفكيرك لهذا الحد؟ لم أنتبه لك، متى دخلت الغرفة؟ اشتركت في مسابقة الحلم وأخبروني أني تأهلت وأدخلوا اسمي في السحب. هذه مسابقة عالمية واحتمال اختيار اسمك ضعيف جدا. آمالي كبيرة وأحلامي أكبر، أرجوك لا تحبطيني. دعيني أفكر في المليون دولار التي سأكسبها، كيف سأصرفها؟ انظري انظري، اتصال من رقم خارجي، لابد وأنهم من المسابقة. مرحبا الأخت علا. نعم نعم، مرحبا بك. مبروك، لقد ربحت معنا، ونريد منك الرقم الموجود على بطاقة الصرف الآلي الخاصة بك والأرقام الأربعة الموجودة بالخلف. نعم نعم، لحظة من فضلك. 887 لن انتبهي، من الممكن أن يكون لصفا. 2 6 3 5 2 4 1 6 والأرقام بالخلف 5 5 5 5. شاكرين لك حسن تعاملك ونهنئك مرة أخرى، وسنتواصل معك بعد دقائق لنجري معك مقابلة في برنامجنا. كم أنا سعيدة، كان لصا لما عرف أني شاركت بمسابقة. يا ويلي. سبق وأن حذرتك يا علا ولكنك لم تستمعي إلي. ما حدث أمامكن عزيزاتي مثال على الجرائم الإلكترونية، فهل لديكم مثال آخر عليها؟